السلام عليكم يا متابعين، ماذا بينا شوية جيمات شوية كومنتيرات، انقشونا الجو وحركونا شوية المرميتة زبي خل تتحرك القناة وندخلوا في الموضوع ديريكت ما نطولش عليكم. به دي موتور فورزا مولاها هزها الواحد بهيمة هلك هيلو فوريلو الكارتير، معناها كبسها كبسلها البولون الجوجون تاع الكارتير تفور، شنو باش نعملولها يعني؟ هذيا معناها مشكلة، والكارتير يتحل عليه موتور كامل وغالي، معناها باش تبدلو باش نعملو معناها كيما نقولو تارو، باش نعملولها تارو نوسعو نعملولها فيلتاج ما أخشن، فيلتاج 8 اللي كان فيها 7 ديجا هي معمولها تارو قبل، أصلها 6 معمولها تارو 7 باش نعملولها تارو 8 بلاصه وساعة ياسر، ما عنديش حل، ذاك هو حلها كما تشوفوا. هذا بولون 8 نقيسوا بيه باش نعملوا لها تارو. فما اشكال اخر، معناها علاش تقعد معناها تبدل في كارتير وتحل في موتور؟ نجموا نشحوها معناها تارو، نعملوا لها فيلتاج ونخدموها خدمه دوريجين، اما لازمك تنزل لي على كجيه مضريبه جيه مشترك، اشتراك في القناة البوطون الحمراء وكمل الفيديو. بولون 8 ما يتعداش في السيلندر خشين، ما يتعداش في الشميز والكيلاس، شنو مش نعمله باش نقصه معناها لكشة حبر الفلتاج اللي يدخل في الكارتير ونلحمه فيه معناها الجوجون دوريجين، الجوجون دوريجين نلحموه في اللكشة معناها باش نخدمه له خدمة. انا ما عنديش ماتريال نتاع اللحمين وكذا، باش نهزها معناها لشكون صودير، نهزها للصودير يخدمها معناها اللحام اللي يلحم، نهز له معناها يخدم لنا الخدمه هذيا ونركبوا الموتور. انا كان جا عندي معناها بوست ولا حاجه نخدمها وحدي الكل الخدمه، تويكا باش نعمل لها تارو البلاصه ونعاود نرجع لكم، ندي لها تارو نرجع لكم. كما تشوفوا معناها كما قلت لكم هذايا السيلندر، هذايا بولون 6 شفتوه يتعدى، معناها يتعدى في البلاصه جو وحلى جو. هذايا معناها الديامتر نتاع الجوجون دوريجين، الخشن نتاعو قد بولون 6. احنا كي باش نعملو تيج 8، كي باش نعملو له تيج 8 فهمت، باش نعملو له الموديفي نتاع تيج 8، تيجي 8 ما يتعدى ليش في السيلندر كيما تشوف. علاش؟ خاطر تيجي 8 اخشن ما يتعداش، معني حتى نضرب عليه ما يدخلش يتفورة، لذلك يعني شنو مش نعملو به؟ باش نقصو معناها في نقصو شوية ونلحمو، نلحمو تيجي الدوريجين نلحموه في اللكشة هذيك اللي باهي. تويكا باش نعملو التارو، قاعدين نعملو في التارو، نعملو في فلتاج جديد، فلتاج 8 باهي. البولون لحمناه سي، هذايا التارو 8 لحمنا لكشة متاع فلتاج 8 في الجوجون دوريجين متاعها كيما تشوفو، خدمنالو معناها خدمة دوريجين زادا باش ما يفسدليش المنظر من برا، يكبس البولون الدوريجين متاعها من برا فهمت، والفلتاج جيست يدخل في الكارتير. يعني تزكم الحصلة متاع الزبي، الزب اللي خفت منه معناه اللي خايفين منه جينا فيه. الزب تفرج العرب كيفية تخدم، هزيت الواحد مع السودير باش يلحمها، معناها يلحمها بلفتها بلفيتها كي سرمو غزر الترم تقبل ما يلحمها. تفرج الزب هذايا، الزب اللي نورمال ما تتمضى معناها مش يرتين تتشرجه بالقدا باللحام تموت غادي، الزبي نكبع بس هكاك تفرجوا تو الزبي معناها سيي. خدمنا الفلتاج وخدمنا كل شيء، في الاخر ركبت كل شيء البيستون، جيت نكبس معناها تقطع الجوجون تقطع من بلاصه اللحام العريبه معناها انت الزبي، تو وش نعملوا له؟ ما عادش نعاود نلحمها تو، انا حبيت نخدم له خدمه دوريجين تو ما عادش نعاود نلحمها خاطر نفس الحكايه معناها، لين معناها ناخو ماكينة متاع الحام وحدي، معناها نولي نلحم وحدي وك الساعة باش معادش نعاود نلحم. هذايا باش نعملو باش
نركب له معناها باش نركب له تيجي 8 كامل، نوسع له نولي نوسع بالشينيور معناها، نوسع له في السيلندر وفي الكيلاس الجوجون هذا دوريجين اللوح، ونركب له معناها نركب له تيجي 8 كامل معناها، ونكبس بولون 8 من برا وكه. به الى اللقاء معناها غدوه نكمل الخدمه. كان عجبك الفيديو اعمل جيم، اشترك في القناه، تنزل على كل البوتون الحمراء باش كي نهبط فيديو جديد يوصلك. وكهو معناها فيديو اليوم يزي مكرز بالرسمي، مكرز انا تو مكرز على الاخر. الى اللقاء.